لا يمكن لأي أحد في الأسرة الدولية أن يعطي الحق للرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مهما كان هذا الاتفاق، سواء كان جيدا أم غير جيد، يصب في مصلحة الإدارة الأمريكية، في المصالح الأمريكية لا يصب فيها، لا يجوز له أن ينسحب بهذا الشكل من هذا الاتفاق الذي وقعت عليه 6 دول وبالإضافة إلى إيران وأودع في مجلس الأمن الدولي. إذا يريد الرئيس الأمريكي وهو أكبر رئيس أكبر دولة في العالم أن ينسحب من هذا الاتفاق، كيف يمكن للأسرة الدولية أو كيف يمكن لنا أن نطالب الأسرة الدولية باحترام الاتفاقيات الدولية؟ وبالتالي أن يعتقد بأن الرئيس الأمريكي بقدر ما هو ربما يضر إيران بهذا الانسحاب، لكن بالتأكيد هو يضر المصالح الأمريكية والمصالح الغربية، وما رأيناه من ردود كيف يتم هذا الإضرار يا دكتور محمد؟ كيف يمكن كيف يمكن أن تتعرض المصالح الأمريكية والغربية للضرر كما تقول، عسكريا أم اقتصاديا أم ماذا بالتحديد؟ على كل المستويات.